بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي الطلبة والطالبات، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. النهاردة إن شاء الله هنحل مع بعض تدريبات على نص من توجيهات الرسول. السؤال الأول بيقول: أكمل المحذوف من الحديث الشريف. الحديث بيقول عن أبي ذر جندب ابن جنادة وأبي عبد الرحمن معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اتق الله نقط، واتبع السيئة الحسنة نقط، وخالق الناس بنقط. رواه الترمذي. ناخد فرصة عشان نفكر، اللي حافظ الحديث هو اللي هيقدر يكمل المحذوف منه. خدنا وقتنا، تعالوا نشوف الإجابة. الحديث بيقول عن أبي ذر جندب ابن جنادة وأبي عبد الرحمن معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. رواه الترمذي. تعالوا نشوف السؤال الثاني. السؤال بيقول: هات مرادف الكلمات التالية: اتق الله، أتبع، تمحها، خالق. طبعا هنا خالق مش بمعنى اللي خلق الكون، اللي مذاكر الحديث كويس وعارف مرادفاته هو اللي هيقدر يجاوب على الكلمات المطلوب مرادفها. فكرتوا وخدتوا وقتكم؟ تعالوا نشوف الإجابة. اتق الله معناها اخشى الله وخفه، اتبع معناها الحق، تمحها معناها تزل أثرها، خالق معناها عامل. وبكده نكون انتهينا من التدريبات. أسأل المولى عز وجل أن ينفعنا وإياكم بالعلم النافع، وأن يجعل هذا العمل خالصا لوجهه. كان معكم أستاذ هيثم المصري.